يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ولد عمره أقل من 18 عاما وهو بالغ، وقد سرق مني شيئا يسيرا بقيمة 15 ريال، يقول: وقبضت عليه وضربته وأرسلته للشرطة، ولكن أمي طلبت أن أتنازل عنه لأن الولد له ظروف اجتماعية. سؤاله: ما حكم التنازل وقد وصلت القضية إلى الشرطة؟ لا، إذا وصلت القضية إلى الشرطة وفيها حد فلا يجوز التنازل. أنت نزلت قبل إذا كان فيها حد. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إذا كان المسروق نصاب، إذا كان المسروق يبلغ نصاب السرقة، لا يجوز التنازل عنه بعد ما بلغت بالسرقة. نعم.